سليمان أسامة بن إسحاق. هيثم طرابلسي يقول مقابلة العمران مع المتلاوي السياسي اتحاد تطاوين تاع عبد الحميد بدر الدين. حمزة جعيد الماتش مستقبل جابس والسيابي. الأولمبي البيجي الاتحاد المنستيري باسم بالعيد. حسن النالي يقود الماتش المرة قوي في القفص وملعب التونسي جرجيس. والإتوال ماتش يقود وليد المنصري. تعليق على التعيينات هذه ما عند الحكم السابق مختار دبوس موجود معنا بالتليفون. مختار أهلا بيك. مرحبا بيك سلام. مرحبا بيك سي منجي طارق رفقي وبالعضو الجامعي السابق ورئيس الجامعة اللاحق. مرحبا سي مختار. خرجت مع البارح في الليل ولا لا؟ على عينه مشيت سهرت ولا لا؟ كيك نحبك كيك معلم راك باهي مختار. ما عنديش برشا وقت تقريبا 5 أو 4 دقائق مازالوا فما وجوه جديده. انا معايا انا ما عندكش وقت وما عندكش خويا خويا مدخلك وانت ماكش حاضر معنا اش تحب هكا. استنيناك انا وبلال في الجيب حذانا وما جيتش سلام. باهي مختار فما وجوه جديده ظهر لي في التعيينات شفناه. مش وجوه جديده اللي قاعدين تقولوا فيه الكره وغلط فهمتني فاتتكم برشا. اي خويا نسكروا وروحوا اللي قلناه الكل غلط. غلط على الحكام. الحكام راهو خلصوا يتدربوا في احسن تيرانات. الاكيبمون موجودين فهمتني. ديجا معناها يطلبوا فيهم الجامعه باش يهزوا فلوسهم والحكام تعلق على الجامعه قاعده فهمتني. هذا تو ديسكور باش يولي جديد فهمتني. سي مراد الدعمي بالفلوس في شكاره يدور على ديار الحكام فهمتني. الحكام ما حبش تحل عليهم ديار بالحقيقه نتاع ربي. وضع باهي للحكم التونسي. وانا تعرف علاش والله يبقى اكثر تفدليك توا سلامه. اللي فاهم وضعية الحكم هو بلال. هوك بلال بجنبك يعرف وضعية الحكم. أقل حاجة الكارتة اللي حكي عليها حكاية صميم موضوع ما عادش حاجهم بالفلوس. أعطيني كارتة كي نجي واقف قدام الصاد نحب ندخل نتفرج في زميلي ما يقلقني حد. هذه أقل حاجة تنجم تعملها كجامعة وكانت موجودة قبل. وين التوى عندي كوار تبع الحكام. أنا مش ما نبتش عليك أو مش نعطيك قراءتي. فما 3 ملاحظات في اعتماد الشبان. من التوى حسن النادي باسم بالعيد هذا مسامي جديدة. هو ما فما حتى حكم دولي في الوضع دي. الحقيقة أنا تفاجأت من التعيين بطريقة أنه على الأقل فما معادلة فما ماتشوات الحقيقة يسحقوا حكام دوليين. علاش التوجه كامل في أي جمعية راك باش تدخل ما لازمش تعمل الشبان بركة. فما شوية تأثير شوية كذا الحقيقة. فما دوليين كانوا ينجموا يتعينوا. علاش 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 الإصرار الملاحظة الثانية على تعيين أسامة بن إسحاق لحومته سليمان. راه أسامة بن إسحاق كل يوم يقوم في جهته. علاش التعيين هذا فما برشا أسامي. علاش الثلاثة اللي تعمله له نادي الإفريقي ومستقبل سليمان هو ولد الجهة. ما فهمتش تم تعيينه قبل وحكينا فيه سلام أسامة زفر سليمان في سليمان وقلنا علاش التعيين هذا وكان متقلق الوليد عنده جوارات في سليمان ولاد حومته يصبح عليهم ويمسي. معناها الحقيقه قلناها وعودنا ونفس الاسئله ونفس الاجابه باش نجاوبها لك. جايبوا لسليمان يا مختار يسكن بعيد على سليمان معناها انا راني انا كي نقول لك باب الخضره راهو كي يعرضني واحد في سيد البحر ولد حومتي تسمى سليمان وحمام نلف وبورسدريه نفس التراء يهز ويجيب عايش خويا راهو معناها يتقابلوا في التراء ويروحوا في التراء. انا عندي انا علاش مادام فما حكام اخرين من 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 مناطق اخرى علاش الاصرار هذا. هذه حاجه اولى مع توفيق. وكما قلت راني قبل قلت اسامه بن اسحاق رغم الضغط اللي باش يسيله ونجح في المقابله الفارته. واليوم باش نقول لك لو اسامه بن اسحاق باش نحضر نهار الاثنين وبحاوله باش يكون عنده زيرو فوت. حاجه ثانيه يا اخي حسين بولعريس معناها الراجل نجح في الماتش ماتش بين جردان والترجي غدوه. لا لا اي نجح في ماتش مستير والنادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستيري نجح. تمو خفف على الراجل يا اخي لازم يعمل الكبارات ماتش صعيبه. ما تهنى عليه ما تهنى عليه اي ما اعطيته الافريقي ومستير. اعمل له ماتش وسط تابلو عمل له ماتش اخر خليه يتنفس شويه وبعد رجعوا للكبار. معناها راهو كان كل اليوم افريقي غدوه ترجي بعد غدوه الاطوال معناها باش يجينا راهو باش يغلطوا باش سامحني في الكلمه مش شلقه. لذا انا الحاجه الوحيده اللي كوني نحب راهو فما ماتشات مسكلي مستي جرجيس الاطوال فهمتني. وليد ان شاء الله يكون رغم انه تنقصوا شويه خبره وكذا لازم نطلب من وليد المنصي يكون قريب من ليزاكسيون يدخل الدزويت ما يكلش ما يملش لاخر دقيقه. قراءه حسب لجنه التعيينات توجهت كونه تعمل الشبان رغم انه ليزانترناسيونول كل قاعدين في الدار. ما عرفتش شنو التوجه هذا. ان شاء الله ان شاء الله يكون توجههم صحيح وان شاء الله نعرف مين كالعاده صفر
صفر حالة نجيو بحداك ان شاء الله. رفقي قلت يا حمزة جعيد جابس وبنزرتي. شوف نادي بنزرتي يتشكى من التحكيم ومن المظالم. نحب نعرف رأي بسرعة مختار عطيني رأيك تتعين حمزة جعيد. اسمعني اسمعني الكلهم لو اسمعني حمزة جعيد من حكام الشبان السعديين تتفرجوا فيه حكم من رابط المستيرة مرة بنت المستير إنسان واحد ديما توا قاعدين حكينا فيه الموضوع هذايا قلنا اللي كونوا نقصوا يمكن التعيينات متاع بنت المستير باعتبار مراد دامي موجود من رابطة المستير. أنا طالب المراد دامي عامل جميع الحكام سواء لعبت كل كيف كيف كل مستير كي جابس كي بنزارت كي تونس تو تونس هي العاصمة في أكبر نمبر متاع حكام وعندها أقل نسبة قاعدة تتعين. أنا وليت ندفع تونس خاطرني من العاصمة. يعطيك صح كمان وفي سؤال بسرعة بسرعة يتقلق ما يحبش برشا سؤالات شوني سلفية طارق الزياد طارق الزياد طارق راني أنا طالب يا طالب بسرعة بسرعة شنو اللي تبدل في التعينات قبل من التعينات قبل متاع سيناجي والتعينات تو اسمعني يغزولي هذا تو كانوا قبل ناجي يعين وحده تو اللي هو سبعة من الناس يتعينوا ويتقابلوا ثمانية متاع الصباح يكملوا نص الليل الاخر يحب يحط فلان الاخر يحب يكمل فلتان ما تجيش تعينات كهرة وتعينات تصير شخص واحد يعديها الرئيس اللجنة ويعديها الرئيس الجامعة وتوفى الحكاية ذو مرة والعباد تعدي في ثمانية وتسعة سويا تعينات في ماتش يخدوا ساعتين واضح شكرا لك يعطيك الصحة مختار دبوس. فقط نكمل نتائج السونداج تقريبا 600 واحد شاركوا فيها من حق تحفيز الأندية تحفيز الفرق الأخرى ماليا لإيقاف منافسها 57% يقولون نعم 43% يقولوا لا. شكرا لك رفقي بوستة شرفتنا بحضورك. شكرا لك سلام. فقط توجه إن شاء الله بالشفاء العاجل زميلنا المنجي النصري ربي يشفيه إن شاء الله بعد الواقع الصحي وزميلنا لاباس نورمال مصري المنجي إن شاء الله إن شاء الله يتمثل الشفاء وإن شاء الله بالشفاء العاجل زميلنا محمد حبيب قويسمي اللي امبارح أجرى عملية جراحية إن شاء الله سلامات إن شاء الله ربي يشفيه كيف كيف يعطيك صحة بلال الفضائية شكرا لك لوفك سلام. أيضا سي المنجي نورتنا اليوم بحضورك زيادة سي محمد علي قويسم وسي المنجي النصري اللي نحبوهم برشا وإن شاء الله في أقرب وقت يرجعون على الميدان إن شاء الله إن شاء الله. شكرا طارق الزيادي بارك الله فيك. أيضا شكرا لكل في الإخراج أجمل تحيات إسلام المد.